سيد رئيس الكونفدرالية المغربية للتنمية الفلاحية والقروية، سيد رئيس جمعية الموزعين البائعين الموزعين ديال المكافحة للأمراض والآفات النباتية، السادة المدراء، السادة الحضور الكريم، والسادة المهنيين والممثلين المهنيين والجمعيات، أنا جد سعيد أولاً باش نكون معكم اليوم في هذا اللقاء. بغيت نشكر الجمعية على التنظيم ديالها لهذا اليوم الثاني، هذه النسخة الثانية لهذا اللقاء التحسيسي حول موضوع بالغ الأهمية و لا فيما يخص الصحة النباتية وبالتالي الصحة الإنسان والمستهلكين والمواطنين، ولا فيما يخص التنمية الفلاحية المستدامة واللي محاربة ومكافحة الآفات والأمراض كتساهم فيه بواحد القسط كبير. فكنعرفوا بأن اليوم القطاع الفلاحة في بلادنا كيواجه واحد التحديات كبيرة ومتعددة، خصوصا في هذه الظرفيات ديال تقريبا نحن في السنة الرابعة من التغيرات المناخية اللي هي عنيفة واللي هي غير معتادة واللي هي استثنائية في تاريخ بلادنا، وطبعا في المنطقة البحر الأبيض المتوسط وفي أفريقيا كذلك وعلى الصعيد الدولي. هذه التغيرات أصبحت يعني كتأثر على الصعيد المحلي وكتأثر على القطاع ونمو القطاع الفلاحي والعالم القروي بصفة عامة بشكل يعني غير معتاد وبشكل مستمر. فطبعا هذا الشيء كيأثر كذلك على كل الأمراض والآفات واللي كتطور بواحد الطريقة مهمة جدا، وغادي نرجع لبعض يعني الجوانب. القطاع الفلاحي بلادنا عنده رؤيه اللي اعطاها جلاله الملك حفظه الله في 2008، هذه الرؤيه اللي بعيده الامل واللي الهدف ديالها الاسمى هو ارساء الاسس للامن الغذائي ديال بلادنا عبر يعني أسس فلاحية الإنتاج الفلاحي عبر تثمين كل المؤهلات اللي كاينة في بلادنا على الصعيد يعني الترابي، وبواحد الصفة وبواحد الطريقة اللي هي معقلنة، يعني كيفاش يمكننا نعملوا أكثر فيما يخص استعمال الموارد فيما يخص الإنتاجية والتثمين ديال المنتوج الفلاحي بأقل ما يمكن من الموارد الطبيعية. وهذه الموارد الطبيعية هي عدة، ولكن زوج الموارد مهمة جدا وهي التربة والماء. كيفاش يمكننا يعني في معادلة نعمل أكثر أقل ما يمكن من هذه الموارد باستعمال المياه وكذلك المحافظة على التربة. فاستراتيجية الجيل الأخضر اللي كتنزل هذه الرؤية الملكية السامية للسياسة الفلاحية ديال بلادنا اللي عطى انطلاقة ديالها جلالة الملك حفظه الله في 2020، هي استراتيجية اللي جات باش تحل هذه المعادلة ديال يعني الاستدامة كأساس، هو الاستدامة الدينامية ديال الفلاحة والإنتاج الفلاحي يعني عبر هذه المعادلة لاستعمال مواد وموارد طبيعية باستدامة. وثانيا أساس ثاني هو جعل الإنسان في قلب المعادلة ديال التنمية، يعني التنمية البشرية من الأولويات ديال الاستراتيجية، لأن ما يمكنش يكون عندنا استدامة بدون تنمية بشرية وبدون إنسان، وهو العامل الأول لهذا الرؤية فيما يخص يعني الاستدامة ديال الفلاحة واستقرار ديال العالم القروي. فهذه الاستراتيجية كتعطي الجانب ديال الصحة النباتية أهمية كبرى. طبعا عندنا عوامل عدة فيما يخص الإنتاج الفلاحي،
ولكن الصحة النباتية الآفات والأمراض عندها واحد يعني تأثير كبير فيما يخص الحد من الإنتاجية ومن الإنتاج. وكتعرفوا أن الإشكالية ديال الأمراض والآفات النباتية هي إشكاليات أولاً اللي كتكون فيها تحديات اللي غير متوقعة توقع ديالها، ثانياً كتغير مع تغير الفصول، واليوم كتغير مع تغير يعني الشروط المناخية والتكاثر، لا فيما يخص الفيروسات، لا فيما يخص البكتيريا، لا فيما يخص يعني الحشرات، فعدة إشكالات واللي العمل خص يكون مستمر وتكون يعني اليقظة مستمرة. وهذا العمل طبعا الدولة عندها الآلية ديالها، وخصوصا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية، ولكن وهذا هو الجانب اللي بغيت نركز عليه، المهنية هذا القطاع والجمعية ديالكم ديال الموسعين ديال المواد يعني الوقائية والأدوية النباتية، وعندكم واحد الجانب واحد دور مهم جدا. وبغيت أولا نحييكم على العمل اللي كتقوم به والتنظيم ديالكم اللي كنتوا به، وهذه المبادرات اللي هي جد مهمة، لأن ما يمكنناش هذا ماشي مشكل ولا موضوع آني يعني اللي هو سنوي او هو دائم، وغادي مع ما حد عندنا الفلاحه غيكون عندنا هذه المواضيع. فعلى هذا الشيء اللي بغينا نقول لكم بانه التنظيم ديال هذا الجانب ولا هذا القطاع هو لنا قطاع ديال الادويه والمحاربه ديال الامراض والوقايه ديال النباتات. ما نقولش بانه ما دار فيه والو، دار فيه يعني الكثير، والعمل ديالكم انتم يعني مهنيين مهم داكشي اللي قمتم به، ولكن خصني نقول لكم بانه باقي عندنا القدام ديالنا بزاف ما يدار كلنا. وهذا الشيء اللي بغيناه في المستقبل، كاين افكار نجيتو بها ولكن كاين افكار اخرى خصنا نعملو جميعا على هذا الشيء. ما يمكنش يعني تنزيل ديال هذا الرؤيه، كاين رؤيه كاين استراتيجيه، ولكن خصها تنزل على أرض الواقع، لا فيما يخص الجانب القانوني، ولا فيما يخص الجانب يعني التدبير على الصعيد الترابي، ولا فيما يخص التوزيع والتنظيم والتحكم في قنوات ديال التوزيع اللي خصها تكون مهنية، لأنه قطاع اللي كيحتاج تقنيات، كيحتاج يعني يعني العوامل اللي هي كتبنى على تكنولوجيا وعلى الابتكارات العلميه، لان كتعرفوا بان كاين ادويه كاين مواد، كل سنه كنشوفوا مواد اللي جديده، وكل سنه كنشوفوا مواد اللي خصها تحيد، اللي كنا كنستعملوها خصها تحيد، لان علاش؟ كاين تقدم ديال البحث، التقدم العلمي، وكاين وهذا الشيء اللي كنقول على تقدم البحث العلمي لا على الصعيد الوطني ولا الصعيد الدولي، فين ما كاين شي نهار شي موليكول اللي خصها تحيد على الصعيد الدولي، لان كتضر بحياه الانسان ولا بالبيئه، فاحنا مضطرين باش نراجعوا يعني الكيفيه ديالنا ديال التعامل معها على الصعيد يعني الوطني. نفس العمليه، هناك ابتكارات واختراع ديال مواد جديده واللي كتكون اكثر فعاله واكثر احترام للبيئه وللحياه ديال الانسان، فهذا ضروري باش نتعاملوا معها ونزيدوها. فهذا هو ديناميه اللي هي مستمره واليقظه مستمره. فخصنا نعزوا الطاقات ديالنا ما يخص التدبر ديال يعني التسويق. وملي كنهضر على التسويق، كاين التصنيع طبعا على الصعيد الوطني، وكاين الاستيراد. حنا الاهم هو الانتاج ديالنا يطلع ونتحكموا فيه بواحد الطريقه عقلانيه، وهذه المواد في المكان يعني التكنولوجيا خصنا نجيبوها، كانت في المغرب ولا كانت على برا، ولكن خصنا نحسنوا الطاقات ديال البحث ديالنا وديال التتبع وديال الاختراع، وتشجيع كذلك
المعاهد والجامعات على الصعيد الوطني باش يعني يعملوا على هذا الجانب.